السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلا. الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه تم الاتفاق على توزيع أي عدد من تأشيرات الحج هذا العام التي سيتم السماح بها على الجهات المنظمة مع اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلا، وأن تقوم وزارة الصحة بوضع ضوابط صحية بمن هم أكثر عرضة للمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام. وعقدت اللجنة الوزارية العليا للحج اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزارة الصحة والطيار محمد منار وزير الطيران المدني نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج والدكتور عمرو أنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع المدني ومسؤول الجهات المعنية. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار بحث الاستعدادات الخاصة بموسم الحج هذا العام والحرص على تحقيق الضوابط اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج وأدائهم للمناسك بسهولة ويسر. وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام وأعلنها حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة. من جانبه أشار الدكتور محمد مختار جمعة إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع مسؤول الوزارات والجهات المعنية وتم التوافق على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، وبالتالي فلا حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام في إطار تطبيق مبدأ فقه الأولويات بالنظر إلى كون أن سد الاحتياجات المحتاجين أولى ألف مرة ومرة وأعظم أجرا وأعلى ثوابا من تكرار الحج والعمرة. وعرض وزير الأوقاف التوصيات الصادرة إلى الاجتماع التشاوري الذي تم عقده مع ممثلي الوزارات المعنية لوضع ترتيبات الحج هذا العام، وموضحا أنه تم الاتفاق على الأعداد التي سيتم السماح لها بأداء الفريضة هذا العام باعتبار أن تداعيات جائحة كورونا لازالت قائمة، خاصة في ضوء ما أعلنته المملكة العربية السعودية من ضرورة تلقي جرعات اللقاح الأساسية وتقديم مسحة سلبية والالتزام بالإجراءات الصحية. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله حج مبرور بإذن الله وذنب مغفور. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.